مبسوط ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله يعني افيدكم، اقدر افيدكم بالمعلومات اللي انا جاي يعني محضرها النهارده وهنقدمها لكم باذن الله. ان شاء الله كل واحد يطلع النهارده يكون مستفيد. هدفنا من الدوره ان احنا او المحاضره النهارده ان احنا نبقى صناع محتوى، نقدر نقدم محتوى يفيد الناس. طبعا الائمه كلهم عندهم محتوى مفيد ومهم وكل الناس محتاجاه، فالادوات بقى اللي احنا هنقدم بها المحتوى ده هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده. المذيع او مقدم البرنامج هو بيقدم معلومه للناس، المعلومه دي مختلفه، بس في الحاله بتاعتنا النهارده احنا بنتكلم عن محتوى ديني او محتوى اسلامي. هنتكلم على الادوات اللي احنا نوصل بها المحتوى ده، وعن المعايير المهنيه اللي نقدر نقدم بها المحتوى ده وبشكل شيق وبشكل جذاب. يعني ان شاء الله نشارك مع بعض الحوار، لو حد عنده سؤال ممكن يسال اي حاجه، يعني ملاحظه ندون ملاحظات ونسال في الاطار اللي احنا هنقدمه يعني. وفي نهايه الدوره هنعمل تدريب عملي كده ان احنا نحاول نقدم محتوى اللي احنا هنتكلم فيه طول المحاضره، سواء كان هنقدم مقابله، هنقدم حديث مباشر في نهايه الدوره ان شاء الله. كل الناس عندها تطلعات في الدوره، ان شاء الله نلبي كل التطلعات دي. كل واحد عنده سؤال ان شاء الله نقدر نوصل للاجابات عن الاسئله والحاجات اللي احنا جايين، وبنتمنى ان احنا ايه نستفيد منها باذن الله. يعني اساسيات التقديم التلفزيوني، يعني عشان اول حاجه يعني محتاجين نعرفها عن اساسيات التقديم التلفزيوني، وده اي حد هيقدم محتوى لازم يكون عارف يعني ايه اعلام. هو الاعلام في تعريف ملخص هو التعبير الموضوعي عن عقليه الجماهير واتجاهاتهم وميولهم في نفس الوقت. الاتجاه ده اللي هو عباره عن استجابه الناس او ردود افعالهم على القضايا المطروحه. القضايا ممكن تبقى محليه، ممكن تبقى اقليميه، ممكن تبقى دوليه، على حسب الاطار اللي هي بتحدث فيه. فده الاتجاه. الإعلام بيعبر عن اتجاهات الناس، وفي نفس الوقت ممكن يشكل اتجاهات الناس. بمعنى إيه؟ يعني أنا لما أقدم محتوى ممكن يبقى المحتوى ده استجابة للي الناس بتتكلم فيه، وممكن العكس، ممكن أنا بقدم محتوى يوجه الناس لاتجاه معين. فالعلاقة ما بين المحتوى الإعلام والجمهور هي علاقة متبادلة، ممكن الجمهور هو اللي يصنع الحدث، وممكن الجمهور يتفرض عليه الحدث من خلال وسائل الاعلام. الميول بقى اللي هي ايه؟ الميول دي اللي هي تفضيلات الناس بقى، بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ عايز يشوف ايه؟ فده لازم يبقى ممثل في وسائل الاعلام، فعشان كده بنقول الاعلام هو التعبير الموضوعي عن عقليه الجمهور واتجاهاتهم وميولهم في نفس الوقت، الاثنين مع بعض. ده تعريف مبسط للاعلام. الاعلام بنقدم فيه معلومه، بنقدم فيه محتوى، بنقدم فيه حاجات ممكن تبقى ترفيهية وحاجات جادة. لازم الناس بتشوف نفسها في المحتوى اللي أنا بقدمه. علشان أقدم محتوى يوصل للناس والناس تشوفه، هو لازم يشوف في نفسه. الرسالة اللي أنت بتقدمها، يعني إحنا لو بنتكلم في محتوى ديني، فكل الناس بتبقى عايزة مثلا فتاوى، بتبقى عايزة حاجات تخصها، فلازم يشوف فيها نفسه. ما يبقاش اللي بيقدم المحتوى او اللي بيقدم الاعلام في مكان والمتلقي في مكان تاني خالص، مش هيتقابلوا. خاصة ان احنا دلوقتي هنعرف بعد كده ان في حاجة اسمها راجع الصدى، او يعني بحاجة مبسطة كده مشاركة الجمهور للمادة اللي انت بتقدمها. فالجمهور لو ايه؟
راجع الصدى ده اللي هو انت مثلا قدمت محتوى فالناس بتتعلق عليه ازاي؟ فعلا يعني التفاعل الجمهور مع المحتوى اللي انت بتقدمه، لو هو مش شايف فيه نفسه مش هيشوفك ومش هيتفاعل معاك. فلازم المحتوى اللي بيتقدم الجمهور يبقى جزء منه، الاهتمامات بتاعته تبقى موجودة. ده تعريف مبسط كده للإعلام. حاجة تانية بقى، يعني بنقول مين هو الإعلامي؟ الإعلامي طبعا هو جوهر العملية الإعلامية. العملية الإعلامية هنعرف كمان شوية مكوناتها. من أهم الحاجات فيها الإعلامي. الإعلامي ممكن يكون مراسل، ممكن يكون محرر، ممكن يكون مذيع، ممكن يكون اللي هو بيقدم المحتوى الإعلامي. نتاج يعني نقدر نقول مجهود كل الناس، هو بيجمع مجهود كل الناس وبيقدمه سواء كان في كشاشة تلفزيون أو راديو أو حتى في الإعلام الجديد اللي هو السوشيال ميديا والوسائط الجديدة. فهو الإعلامي بقى جوهر العملية الإعلامية. شخص موهوب، الموهبة لوحدها مش كفاية، فلازم بيصقل موهبته بالدراسة. الدراسة يعني الموهبة والدراسة لازم تكون متوفرة في الإعلام. مش معنى إن هو عنده موهبة يبقى مش بيدرس. مش معنى إن ممكن بعض الإعلاميين يكونوا دارسين بس لازم يكون عنده موهبة. ممكن يكون عنده موهبة ومش دارس فمش بيوصل للناس. الموهبة مع الموهبة بقى بيكتسب الخبرة من خلال الممارسة العملية في مجال العمل الإعلامي. زي ما قلنا إن حقول العمل الإعلامي مختلفة، ممكن زي ما قلت مراسل، ممكن يبقى محرر وهكذا يعني. المذيع بقى، في مهنة المذيع واللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، يعني بنقول ان هو نقل الرسالة الإعلامية من خلال الوسيلة اللي بيقدم من خلالها. الوسائل الإعلامية دلوقتي ممكن انت عندك صفحاتك او عندك الوسائط بتاعتك، ممكن انت تكون إعلامي، تقدر مش لازم مثلا تبقى عايز تلفزيون عشان تتكلم، مش لازم تبقى عايز راديو عشان تتكلم، مش لازم تكون عايز صحيفة عشان تتكلم. انت تقدر تصنع محتواك بنفسك وتقدر تكون إعلامي من خلال شاشة موبايلك، وهو ده اللي احنا عايزينه. انت دلوقتي كإمام وخطيب عندك محتوى عايزينه يوصل للناس، فالموضوع بقى بسهولة تقدر توصل محتواك للناس. بمعنى انا ما بالنسبة للإمام أو الإمام والخطيب، يعني لما يبقى زمان كان موجود من خلال الخطبة أو من خلال الدروس اليومية أو الأسبوعية أو فده برضو دلوقتي بقى نطاق ضيق. أنت عايز تبقى موجود للناس من خلال يعني توصل لأكبر عدد من الناس. تقدر دلوقتي؟ تقدر من خلال الوسائط الرقمية اللي هو السوشيال ميديا، فيسبوك. يعني أنا أعتقد إن لازم كل إمام يكون عنده، وده اللي بيفرق بقى ما بين ان انا عندي امام عادي مقتصر على ان هو بيقول خطبة الجمعة وان هو موجود في المحيط اللي هو فيه وتأثيره مش كبير، وفي امام تاني يكون عنده منصة على الفيسبوك، منصة على اليوتيوب، منصة على كل الوسائط الرقمية الموجودة. خاصة انت عندك محتوى، انت عندك مادة تقدر تقدمها للناس، في نفس الوقت المادة دي الناس محتاجاها. فبالتالي يعني اللي ما يعملش كده انا شايف ان هو يبقى مؤثر. مش لازم عشان تبقى عايز توصل للناس مستني معد يكلمك عشان تعمل حلقه في التلفزيون. انت تقدر توصل للناس طبعا في عصر الوسائط الرقميه. في بعض المعايير المهنية للعمل الإعلامي، وأنا بقدم رسالة إعلامية لازم أبقى يعني الموضوع في العمل الإعلامي مش عشوائي. يعني أنا قلت إن أنت تقدر تقدم رسالة لكن مش رسالة عشوائية، هي رسالة منضبطة، رسالة ليها معايير، رسالة
لازم يكون تتوفر فيها المعايير اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي علشان تبقى تفرق ما بين مثلا احنا بنتكلم عن بلوجر او بنتكلم عن بعض الناس اللي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا او على منصات الاعلام الرقمي، بيبقى محتوى عشوائي، محتوى فوضوي، بيقدم اي حاجه في اي حاجه. فعلشان طبعا احنا ناس عندنا رساله ساميه اللي هو عايزين نوصل للناس الدين الاسلامي، فلازم التزم زي الاعلامي بالظبط. وفي يعني مشايخ كتير نقدر نقول عليهم اعلاميين وصلوا للناس من خلال الالتزام بالمعايير الاعلاميه، وفي نفس الوقت يعني نقدر نقول ان هم شربوا سر الصنعه. هو بيقدم اعلام ديني، في نفس الوقت عنده الادوات وعنده المعايير اللي بيقدر بيها يوصل للناس، اللي هو زيه بالظبط زي الاعلامي، بس الفرق ان هو بيقدم محتوى. يعني الفرق بين المذيع وبين الشيخ اللي بيطلع في القنوات ان الشيخ عنده محتوى بيقدمه، بيركز عليه، بيقدر من خلاله يوصل للناس في الجزئية دي. هنعرف كمان شوية بعض الحاجات كده عن الكاريزما، اللي هو الاعلامي لازم يكون عنده كاريزما. الشيخ عنده كاريزما روحية، هو بمجرد ما انت السمت بتاعك الزي الازهري ده بيخلق عند الناس هيبة ووقار، والناس بتتعامل معك باحترام، الناس بتتعامل معك بشكل مختلف، فانت اصلا عندك كاريزما من قبل اي حاجة. فالكلام ده بنستغله في الاعلام بقى، هنعرف بعد كده الموضوع الكاريزما كده كمان شوية. فالمعايير دي لازم تبقى موجودة. اول معيار اللي هو المسؤولية، اللي انا بقدمه يعني انا بقدم حاجة للناس انا مسؤول عنها. المسؤولية دي ممكن تبقى مسؤولية اجتماعية، ممكن تبقى مسؤولية دينية طالما احنا بنقدم محتوى ديني. كل حاجة انا بقدمها لازم ابقى عارف ان انا مسؤول عنها. مسؤولية بقى قدام ربنا، يعني دي مسؤولية كبيرة، خاصة احنا بنقدم حاجة يعني بنقدم الدين الاسلامي، عايز اوصل للناس سماحة الاسلام. فالموضوع بقى كده بقى ليه مسؤولية قدام ربنا. انا مسؤول قدام ربنا ان انا عايز اوصل للناس رسالة سماحة الدين الاسلامي، عايز اعرف الناس انواع العبادات، عايز اعرف الناس فقه العبادات، عايز اعرف الناس ازاي تتوضى، عايز اعرف الناس ازاي تصلي. الحاجات دي كلها يعني المسؤولية فيها تعدد بقى المسؤولية العادية للمسؤولية تمام شكرا للمسؤولية قدام ربنا بقى. فالمسؤولية بالنسبة للإعلامي العادي هي مسؤولية بقى، مسؤولية قدام الوسيلة اللي هو بيقدم فيها، مسؤولية قدام الناس ان هو بيقدم لهم حاجة مفيدة. انت بقى مسؤوليتك قدام ربنا، فلازم تبقى مسؤول عن المحتوى اللي انت بتقدمه، محتوى شايف ان هو هيأثر في الناس، هيفيدهم. اكون يعني مجهز المحتوى ده بشكل متعوب عليه عشان الناس تستفيد بيه، وفي نفس الوقت يبقى في فرق ما بيني وما بين اي حد بيتكلم في اي حاجة. دي جزئية المسؤولية. الاستقلالية بقى، الاستقلالية دي من الحاجات اللي لازم تكون موجودة في الاعلامي، مستقل عن يعني في حاجات في الاعلام محتوى اعلاني ومحتوى اعلامي، وممكن كمان انتوا تتعرضوا لها لو انت بتتكلم عن مؤسسة او بتتكلم عن حاجة معينة. في فرق ما بين الاعلام والاعلام. انا كاعلامي لما اقدم اعلام لازم ابقى مستقل، يعني مش معنى ان انا مثلا عندي في البرنامج شركة معينة فاتكلم عنها بشكل كويس لو هي مش كويسة، فانا كده مش بحقق استقلاليتي. استقلالية لازم المحتوى اللي انا بقدمه يبقى الاعتبارات الموجودة فيه او الحاجات اللي انا براعيها فيه اللي هي هنعرف بعد كده الحياد والتوازن والكلام ده كله، اللي هي المعايير المهنية لازم تكون موجودة في المحتوى اللي انا بقدمه، بغض النظر عن ان المحتوى ده
ممكن يكون انا مثلا زي ما قلت انا بقدم برنامج وفي نفس الوقت عندي اعلانات، فالاعلانات دي مش معنى ان انا عندي اعلان في برنامج والشركه دي فيها مشكله او فيها حاجه ان انا ما اتكلمش عنه. استقلاليه الاعلامي ان هو بيقول الكلمه بنزاهه وبشرف وبموضوعيه بغض النظر عن اي حاجه. اتمنى الجزئيه النقطه دي تكون واصله بشكل صحيح يعني. السياسة التحريرية مش بتتعارض مع الاستقلالية، يعني مش معنى ان الا اذا بقى يعني شغال في حاجات يعني يعني مش حاجات مش وطنية حاجات، فالسياسة التحريرية مش بتتعارض مع استقلالية المذيع، يعني المذيع لو شغال في وسيلة محترمة المعايير بتاعتها هنعرف بعد كده في جزئية الشفافية، المعايير بتاعتها واضحة، كل ده بيبقى هو عارفه قبل ما يدخل الوسيلة. الوسيلة الإعلامية، يعني أنا لو أنا داخل قناة أنا عارف السياسة التحريرية بتاعتها إيه. فمن البداية لو هي بتتعارض مع استقلاليتي مش هشتغل فيها أصلاً. فلو لقيت إن أنا عندي مشكلة مع استقلاليتي كإعلامي مع الوسيلة اللي أنا داخل عليها مش هشتغل فيها، وبعد كده أقول لهم أنتم متعارضين معايا، لأن انا كاعلامي عايز احقق استقلاليتي، مش هشتغل في وسيله اعلام بتتعارض مع الاستقلاليه اللي انا بتكلم فيها، يبقى انا كده اصلا شخص مش موضوعي. طالما قبلت ان انا اشتغل في الوسيله دي يبقى هي المعايير اللي هي حطاها مناسبه للي انا ده كده. واعتقد ان يعني معظم وسائل الاعلام الموجوده في مصر بتحقق استقلاليه المذيع. زي ما قلت لك انا لو داخل على وسيله مع يعني تتعارض معايا فمش هشتغل فيها اصلا. فانت اللي تقدر تحقق استقلاليتك وتقدر في نفس الوقت ما تبقاش مقدم محتوى او مذيع مستقل. تمام. الحاجه الثالثه بقى التوازن. التوازن يعني ايه توازن؟ يعني انا مثلا لما بختار موضوع او قضيه او اي مشكله بتكلم فيها لازم يكون في توازن. مثلا موضوع معين هتكلم فيه فعايز اجيب مثلا 2 ضيوف، فلازم الاثنين ضيوف يبقوا بنفس القوه، ما اجيبش ضيف ضعيف وضيف قوي واقول انا كده محقق التوازن. ده غلط، مهنيا غلط. بيتعمل، ممكن بيتعمل، يعني انا لما بعايز اوجه الناس ناحيه حاجه معينه، مش انا كاتكلم في العموم، يعني هجيب ضيف قوي يتكلم عن نقطه معينه واجيب ضيف ضعيف يتكلم عن نفس النقطه، فبالتالي انا كده قدام الجمهور جايب اتنين، جايب الطرف والطرف التاني، بس في طرف ضعيف وطرف قوي. ده غلط. فده معنى التوازن، ان انا الوقت يكون اوزع الوقت على الناس اللي بيتكلموا في الموضوع بشكل يعني بشكل متساوي، والضيوف يبقوا بنفس القوه علشان اسيب الجمهور هو اللي يحكم. بتكلم عن مساله خلافيه مثلا فاجيب الاثنين ضيوف بنفس القوه وادي لهم نفس الوقت وما اقطعش ضيف على حساب ضيف وما وجهش الحوار ناحيه حاجه معينه. ده معناه التوازن. الحياد. ايه؟ تمام. الحياد يعني المذيع لازم يكون محايد
لكن مش في كل الأحوال. الحياد على حساب الوطن مش مطلوب. يعني أنا لو قضية وطنية لازم أبقى معها قلبا وقالبا. يعني الحياد في الموضوعات لما أجي أتناول الموضوعات أنا مش ما الموضوعات اللي أنا بتكلم الحاجة اللي مش هينفع أبقى محايد فيها اللي هي الحاجة اللي لها علاقة بالبلد اللي لها علاقة بالوطن. لو أنا مثلا عندي موضوع عارف إن هو لما نتكلم فيه هيأثر يعني ليه تأثير سلبي على الاقتصاد مثلا، فده هنا مفيش حياد. أنا من البداية ممكن ما أتكلمش في الموضوع أصلا. الحياد إن أنا لما أقدم موضوع أبقى على مسافة متساوية من كل الأطراف، ما جيش على طرف ضد طرف. ده ما يعني تعب. لا في الدكتور. بعد الحياد كده يعني وصل للناس كلها. بعد كده الدقة بقى في نقل المعلومات، الدقة في الموضوع نفسه. يعني ان انا لما اجي اتكلم في موضوع اقل حاجة ان انا اتحقق منه من مصدرين مختلفين، اتأكد ان الموضوع ده ليه مناسبة للعرض او ليه مناسبة للكلام فيه دلوقتي، ابقى دقيق في كل معلومة. لان طبعا دلوقتي اي كلمة بتتقال بتتسجل. انت مثلا بتقول حاجة على اليوتيوب بتفضل ملازمك طول العمر، فحاجة رجع بقى ايه كده على اليوتيوب مثلا او على كل المنصات، عايز شخصية معينة، فاشوف بقى كل التناقضات اللي هو مثلا قال حاجة غلط، قال حاجة ما تنفعش، قال حاجة. فلازم انت كإعلامي او اي حد بتصدر المشهد الإعلامي يكون دقيق. ودلوقتي يعني الدقة مطلوبة اكتر من قبل كده. قبل كده ما كانش فيه يعني اللي بيتقال خلاص ما بيتسجلش، دلوقتي اللي بيتقال بيتسجل، فبالتالي لازم تكون دقيق اكتر وتقدر وتراعي الموضوع ده يعني اكتر حاجة. ممكن تقول حاجة النهاردة تكون غلط فتيجي تصححها، فيجي تحط الفيديو ده جنب الفيديو ده، فبالتالي بيظهر في الاخر ان انت حد مش دقيق في اللي انت بتقدمه. وده اللي هنعرفه بعد كده في حاجة اسمها الهوية المهنية. الهوية المهنية ديت اللي هو اول ما نفتح التلفزيون او نفتح الموبايل عشان اشوف فلان، اول حاجة بتيجي في ذهني الهوية المهنية بتاعته. اعرف ده بيتكلم كتير، ده بيقول اي كلام، ده فكل واحد عنده هوية مهنية عند الجمهور. فانت تقدر تصنع الهوية المهنية دي بشكل صحيح من خلال المعايير اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة دي. الشفافية كنا بنتكلم في الاول في الاستقلالية. الاستقلالية دي جزء من الشفافية. انا كوسيلة او انا كوسيلة اعلامية لازم يكون عندي معايير محددة في اختيار الموضوعات، معايير محددة حتى في اختيار الاعلانات، يبقى كل حاجة واضحة وكل حاجة. يعني مثلا انا هجيب ضيف معين، فالضيف ده انا كمذيع ممكن اكون ما بحبوش، فدي مش شفافية. يعني دي مش معيار من المعايير اللي انا اقدر اقيم الضيف عنها. لازم يكون كل حاجة واضحة بحيث ان هو ما يدخلش الهوى في اي حاجة. انا احب او اكره، دي بتاعت انا حاجة شخصية ملهاش علاقة بالجمهور. انا بقدم للجمهور الحاجة المناسبة وفقا للمعايير اللي احنا بنتكلم فيها. الموضوعية بقى اللي هو بقى كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها لازم تتحقق، فبالتالي انا كده بقدم رسالة بشكل موضوعي. اكون حيادي، اكون اتمتع بالشفافية، اتمتع بالدقة، اتمتع بالحياد، بالتوازن، بالاستقلالية، بالمسؤولية. اخر حاجة اللي هي المصلحة العامة. المصلحة العامة زي ما قلنا في موضوع الاستقلالية، اي حاجة تتعارض مع مصلحة الوطن او مصلحة الدولة او ما يعني بنضرب بالكلام ده كله عرض الحائط. يبقى هو يعني المصلحة العامة هي بتقتضي ان احنا نتكلم في موضوع معين دلوقتي. هتكلم مش هكون حيادي فيه لان الموضوع بيمس مثلا امن البلد، بيمس امن المواطن، بيمس الاقتصاد.
فمفيش حياد قدام مصلحة البلد، مفيش يعني هو المفروض أصلاً لما حاجة فيها مصلحة عامة يبقى ده جوهر الموضوعية، إن أنا أتكلم فيها هو ده جوهر الموضوعية. فده آخر حاجة في موضوع المصلحة العامة. حد عنده أي هي مش حاجة واحدة، هم بيكملوا بعض. يعني هم يعني علشان كده لما قلت الموضوعية فهي بتتحقق باللي قبلها. بس هم مش حاجة واحدة. يعني المصطلحات الإعلامية ممكن للوهلة الأولى تشوفها كأنها حاجة واحدة. بس في فرق بين التوازن، زي ما قلنا التوازن هو بتمثل الـ يعني الضيوف ممثلة بنفس القوة، الموضوع المساحة الوقت بنفس الوقت، ده توازن. لما نيجي للاستقلالية مش فارق، يعني الاستقلالية والحياد للمذيع نفسه مش للموضوع. يعني انت كمذيع وانت بتقسم الوقت ما تقولش رأيك، يعني ما تنحس لحد على يعني على اللي هو عدم الانحياز. يعني الحياد ضد الانحياز. ممكن نقدر نقول التوازن متعلق بالموضوع، الحياد متعلق بالإعلامي نفسه. ماشي، اتفضل. احكام الحوار مش بيبقى على الهواء، بيبقى من قبل الهواء. يعني احنا هنعرف في مراحل التنفيذ، يعني هنقول ازاي بننفذ برنامج، فاحكام الحوار لان كل حاجه بتبقى مرتبه، ما مش بتفاجئ بحاجه على الهواء. انا مثلا جايب ملحد بيتكلم في بيقول بيشتم في الدين، ما انا بعرف السي في بتاعه فبقى مذاكره قبل ما اطلعه، وبيبقى محطوط في الـ في الـ في القالب ده. علشان يعني انت مثلا جايب حد هتجيبه بنفس قوه الملحد. ايوه، ما هو دي يعني بالنسبه للمسائل الدينيه ما فيهاش حياد، يعني مسلم وكافر انت هتبقى ايه؟ هتبقى كافر؟ هيبقى المذيع كافر مثلا؟ ما هو هيقول ان انا مسلم. يعني انت دلوقتي جايب حاجه ما فيهاش اي، انت جايب ملحد ومسلم، انت كمذيع هتبقى ناحيه مين؟ طب خلاص ما محلول. انما بقى في قضايا جدليه فتوفي على الحياد. يعني القضايا الجدليه اللي هي زي العلاج بالقران، في ناس موافقه عليه وفي ناس مش موافقه عليه، فانا هجيب الطرف المؤيد ونجيب الطرف المعارض واقدم ده بنفس المساحة، واقدم ده بنفس المساحة والناس هي اللي تحكم. دي بيبقى حاجة اسمها تحقيق، هنعرفه كمان شوية. بنعرض فيها كل آراء الأطراف وبنوصل في النهاية للحل أو النتيجة من خلال يعني من خلال اللي أنا بعرضه. في حاجات واضحة وفي حاجات تبقى محتاجة شغل شوية. ماشي، اتفضل. احنا هنتكلم بقى دلوقتي عن ادوات المذيع قدام الكاميرا. وانا داخل على الكاميرا لازم يكون عندي تصور للهويه البصريه وللهويه المهنيه. الهويه البصريه بتتعلق بقى بالشكل، بالمظهر،
اللبس حاجة مهمة جدا، يعني ممكن حد يقتنع بيك بمجرد ان هو شايف السمت بتاعك مناسب، او السمت بتاعك مهندم، او اللبس اللي انت لابسه يعني وقور، او يعني متعوب عليه مصروف عليه. وده بيفرق كتير من اول حاجة الناس بتشوفها الشكل. فلازم اكون انا مهتم بمظهري، مظهري مهندم. وده يعني ده طبعا ليه علاقه باكتر من حاجه. لما بقدم برنامج صباحي بيبقى ليه لبس، لما بقدم برنامج مسائي بيبقى ليه لبس، لما اقدم برنامج رياضه بيبقى ليه لبس، لما بقدم بالنسبه للبرامج المراه فبتبقى ليها ستايل معين، ستايلات مختلفه. فالمظهر بيكون مهم جدا، و ليه اعتبارات زي ما اتكلمنا فيها كل وقت، زي ما بنقول كل وقت وليه أدان. لبس المذيع نفس القصة، كل وقت بيلبس فيه حاجة معينة، وفي نفس الوقت لازم تلقى قبول عند الناس. المذيع لازم بيمتلك كاريزما. الكاريزما دي مجموعة مهارات مكتسبة بيرتقي بها عن طريق التدريب، و بالكاريزما بيقدر يأثر في الناس. الكاريزما دي ممكن نقولها القبول. مذيع لازم يكون عنده قبول، عنده جاذبية، يقدر يقنع الناس وفي نفس الوقت يكون واثق في نفسه. طيب الكاريزما دي مكتسبة ولا نقدر نتعلمها؟ نقدر نتعلمها ونقدر نتدرب عليها. وفي حد ممكن يبقى هو عنده قبول شخصي، وممكن مع التدريب الناس تقبله. يعني التكرار عامة، انت لما بتطلع للناس كل شوية، وممكن لو انت عندك كاريزما ضعيفة الناس تقبلك. الحاجة المهمة في الكاريزما برضو، في حاجة اسمها الكاريزما الصوتية. بصمة الصوت عند الإعلامي وعند المذيع من الحاجات المهمة جدا، لأن هي دي اللي بتفرق ما بين مذيع ناجح ومذيع على قده شوية. ان هو بيقدر يوظف صوته، بيقدر في الوقت اللي هو عايز يعلي التون، هو عارف امتى يعلي تون الصوت، عارف امتى يكلم الناس بطريقه ودوده، بطريقه ما فيهاش صوت عالي. وده طبعا يعني انتوا اساتذه في الموضوع ده، انت تقدر توظف الصوت بما يناسب الموقف. موقف اقدر اتكلم فيه بصوت عالي، فالحته دي اعتقد ان ما شاء الله يعني الحته دي حته الائمه. ف يعني مفهومه الحته دي ولا؟ ما احنا هنتكلم في الكاريزما الحركيه. الكاريزما الحركيه دي اللي هي بتتكلم عن لغه الجسد، سواء انا بتكلم او ساكت. يعني الجسد بيعبر عن نفسه سواء كنت بتكلم او كنت ساكت. حركات الايدين، ايماءات الوجه، الكلام ده كله اسمه الكاريزما الحركيه. الكاريزما الصوتيه والحركيه والمظهر من الحاجات المهمه جدا عند المذيع عشان يكون عنده هويه بصريه عند الناس. وبالتالي انت كمان لازم يكون عندك هويه بصريه عند الناس. بيساعدك بقى في فكره الكاريزما الروحيه ان انت اصلا واصل للناس بالزي اللي انت لابسه، فانت كده كده عندك كاريزما. فدي بتأثر المسافات عندك شوية، مش بتتعب قوي عشان توصل للناس، لان هو بمجرد ما يشوف السمت بتاعك والزي اللي انت لابسه فهو كده انت قصرت نص المسافة. كده تقدر يعني الناس مركزة معاك ومنتظرة اللي انت بتقوله. اللي انت بتقوله بقى هو اللي انت تقدر تتعب عليه عشان يوصل للناس يعني باحسن صوره. الهويه المهنيه دي اللي هي متعلقه، يعني بعد ما خلصنا الهويه البصريه دي، كلها حاجات لازم تكون متوفره في المذيع وهو قدام الكاميرا. الهويه المهنيه بقى اللي هي ليها علاقه بالحرفه بقى. المذيع علشان يبقى صنايعي، اللي هو يبقى محترف في اللي هو بيقدمه، لازم يكون عنده هوية مهنية. اللي هو بيقدر يتكلم متحدث جيد، مستمع جيد،
مش شرط ان انا عشان ابقى مذيع شاطر افضل طول الوقت طول الوقت اتكلم. المذيع الشاطر هو اللي يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت، امتى يقاطع وامتى يضيف معلومه. دي من الحاجات اللي لازم تكون موجوده في المذيع واي حد بيقدم محتوى. احنا عايزين نوصل بكل الناس اللي موجوده معانا انها تقدم محتوى الناس تستفيد منه والناس تتفاعل معاه. الناس محتاجه اللي انتوا عايزين تقدموه؟ كل الناس محتاجه محتوى الدين. الدين بيدخل في كل حاجه من في كل تعاملات الناس، تعاملاتهم اليوميه سواء كان بيع شراء، بالنسبه لعلاقتهم بربنا محتاجينك فيها، محتاجينك في كل تعاملاتهم. فانت لازم تبقى صنايعي في الطريقه اللي انت بتوصل بها المحتوى ده للناس. المنبر والدروس الدروس الاسبوعيه او الدروس اليوميه دي حاجه انت 100% فيها. احنا عايزين نوصل بقى المحتوى ده، نخرجه بره، يعني نخلي المحتوى ده يوصل للناس اللي بره المسجد عشان يجوا المسجد. فلازم تكون عارف كل الحاجات دي وتتكلم مع الناس بشكل يخليهم يحبوك اكتر، يتابعوك اكتر، والكلام ده كله. المذيع لازم يكون اتفضل. يعني واحنا بنتكلم عن الادوات اللي قدام الكاميرا بنتكلم عن هويه بصريه لازم تتحقق. الهويه البصريه لازم تبقى موجوده. يعني لازم اللي قدام الكاميرا يكون مهتم بمظهره، حابب كمان مظهره. يعني انت ممكن تبقى موجود قدام الكاميرا في حاجه كده في القنوات اللي هو الستايلست بتاع اللي بيلبس المذيع. ممكن الستايلست يفرض عليه لبس هو مش حابه فيطلع على الشاشه مش حابب نفسه. فاول حاجه عشان الكاميرا تحبك لازم تبقى حابب انت اللي انت شكلك، حابب شكلك، حابب كمان اللي انت بتقدمه، تعبان عليه. انت بتقدم حاجه يعني انا مثلا عشان اجي اقدم المحاضره النهارده عامل برزنتيشن ومهتم بشكلي وعامل كل الحاجات اللي موجوده دي، فبالتالي الرهبه يعني انت كسرت جزء منها في ان انت عملت اللي عليك. وفي نفس الوقت الكاميرا مش بتخوف، يعني انت مع الوقت مع التدريب اول مره بيبقى فيه رهبه، تاني مره بتقل شويه، تالت مره خلاص مع الوقت بتلاقي واحنا بنشوف مشايخ كتير. يعني انت اكيد بتتابع القنوات، شوف حجم وجود المشايخ على القنوات قد ايه. هل هم دول من اول مره كان عندهم؟ لا، هم الموضوع تدريجي. موضوع ان انت تبقى موجود قدام الكاميرا وما عندكش رهبه منها بيبقى تدريجي. زي رهبه المنبر. على فكره المنبر اصعب من لان التواصل المباشر مع الناس، بعدين ده مقام اعلى طبعا، ده مقام رسول الله عليه الصلاه والسلام، فالموضوع مختلف. يعني انت واقف في مكان مقامه عالي، فالكاميرا عادي بقى بالنسبه لك، الكاميرا هتبقى عادي، بس هي محتاجة تدريب. مرة في الثانية في الثالثة هتلاقي نفسك وفي نفس الوقت من الحاجات اللي تقدر تتغلب بيها على رهبة الكاميرا اللي هي التلقائية، ان انا بقى طبيعي، بقدم نفسي، مش محتاجة ارسم اي حاجة عشان لا، زي ما انت قاعد بتتكلم معايا بتكلم الكاميرا. فالتلقائية من الحاجات اللي يعني اتكلم، قدم نفسك قدام الكاميرا ما من غير تكلف، ما تعملش اي حاجه، مش محتاج تزود اي حاجه، زي ما انت بتقدم كأنك في درس مثلا. بس الفرق بين التلفزيون او الفرق بين الكاميرا والمسجد او المنبر او الدرس الادوات، هي الادوات هنا غير الادوات هنا، الوصول هنا غير الوصول هنا. بس ايه؟ حد معانا ولا ايه؟ ايه؟
الاعداد الجيد للبرنامج قبل تقديمه من الحاجات المهمه. يعني انا مش ان انا مثلا باجي اقابل المعده او باجي اقابل رئيس التحرير قبل الهواء او قبل التسجيل بدقيقتين ثلاثه واطلع اردد الكلمتين وخلاص على كده. لازم ابقى ابقى موجود في كل مراحل البرنامج، من اول اختيار الفكره للموضوعات لازم المذيع يكون عارف كل التفاصيل اللي موجوده في البرنامج، المعلومات اللي موجوده يعني عارفها ومراجعها قبلها بوقت كافي. يعني في بعض المذيعين لو عنده حلقه الساعه مثلا 10 بالليل بيبقى موجود في القناه من الساعه 2 الظهر، من 2 الظهر بيجهز لحلقه الساعه 10 بالليل، فده بيوصل للناس عن طريق الرسالة اللي هو بيقدمها. أنا مثلا لما بتابع حد ببقى شايف هو يعني هو بيقدم لي حاجة تحترمني ولا مش بتحترمني، بيقدم لي حاجة نقدر نقول مصطلح كده اللي هي أي حاجة مسلوقة طالع يقول الكلمتين وخلاص، ولا هو تعبان على المادة اللي هو بيقدمها لي. وده بيبقى واضح، يعني نقدر نفرق ما بين ده وما بين ده. القنوات كمان، في قناة تبقى شايف المحتوى اللي هي بيقدمه، محتوى القناة ككل، محتوى متعوب عليه ولا أي حاجة في أي حاجة. فيعني المذيع تقدر تقارن المذيعين ببعضهم عن طريق الإعداد الجيد للمحتوى اللي هو بيقدمه. والقنوات كمان، قنوات بتقدم محتوى مصروف عليه، محتوى متعوب عليه، أو هو ده بقى اللي بيخلي فيه مذيعين درجة أولى وفي مذيعين درجة عشرة، قنوات درجة أولى وقنوات درجة عشرة، اللي هما بيتعبوا على المحتوى اللي هو بيتقدم. المذيع زي ما قلنا لازم يكون مدرك لكل اللي بيقدمه. في حاجة اسمها هنعرفها كمان شوية أشكال البرامج، ففي برنامج حديث مباشر ده بيحتاج اعداد وبيحتاج ان انت بتذاكر وبيحتاج ان انت، وفي برنامج حواري لازم اجهز لده زي ما بجهز لده. كل اشكال البرامج لازم اكون مجهز لها، ما ينفعش مثلا المذيع في البرنامج الحواري بيبقى دوره اقل شوية من اللي طالع يتكلم حديث مباشر مع الناس. فزي ما اجهز للحديث المباشر زي ما بجهز للحوار، انا هنا مذيع وهنا مذيع، هنا بحافظ على هويتي المهنية أو المهنية وهنا بحافظ على هويتي المهنية. زي ما قلنا إن الهوية المهنية أو المهنية أنت في عقول الناس، أول ما بيشوفك بينزل في دماغه على طول الهوية المهنية اللي هو مكونها عنك. شكلك عامل إزاي؟ كلامك طريقته عاملة إزاي؟ طريقتك في إدارة الحوار عاملة إزاي؟ طريقتك في التعامل مع المداخلات اللي جايه لك عن طريق الجمهور عامله ازاي؟ فكل ده بيتكون عند الناس بمجرد ما هو بيشوفك. رفع ايدك؟ انت. فكل ده بيتكون عند الناس، فانت لازم تحافظ على الهويه دي، لازم يكون عندك هويه مهنيه تخلي الناس بمجرد ما تشوفك عايزه تتابعك، بمجرد ما تشوفك عارفه ان محتواك مفيد. بمجرد ما تشوفك عارفة ان انت هتقدم حاجة، يعني لما يقعد يشوفك مش هيضيع وقته. فانت لازم تحافظ على هويتك دي. الهوية المهنية حاجة مهمة جدا، الهوية البصرية حاجة مهمة برضو، لازم يتحققوا الاتنين في الاعلامي او اي حد بيقدم محتوى. الاعلامي سواء كان بالشكل الرسمي في التلفزيون او الوسائط التقليدية، او مقدم محتوى بالشكل الغير تقليدي في الوسائط الجديده اللي هو النيو ميديا والكلام ده كله. ماشي، اتفضل. Right.
أنا شايف إن التعامل مع الجمهور بيبقى أصعب مع التعامل مع الكاميرا. هي بس الفكرة في الخطة الأولى. أنت أول مرة غير تاني مرة غير تالت مرة. في التلفزيون في الوسائل التقليدية أنت بتقول الكلام ومفيش حد بيراجعك فيه. إنما أنا دلوقتي لو بتكلم في أي كلام مش هيعجب الناس فهتلاقي حد يقول لي لا الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. انت وانت بتخطب على المنبر لو قلت حاجة غلط ممكن حد يقف يراجعك فيها. موجود ده مش موجود في الوسائل التقليدية اللي هي التلفزيون او الحاجة اللي انت بتتكلم انها لها رهبة. فاللي انت فيه اصعب من اللي احنا عايزين ندخلكم عليه اللي هو فكرة انتاج محتوى. ايه؟ ما هو احنا عايزين نخلي فيه منابر اعلامية عشان مثلا على احنا عندنا كم امام على مستوى الجمهورية؟ كتير. لو عندنا 50,000 منصة دينية موجودة في مصر دلوقتي مش هيبقى فيه جريمة، مش هيبقى فيه عنف، مش هيبقى فيه مشاكل اسرية، مش هيبقى فيه اخ بيقتل اخوه عشان الميراث، مش هيبقى فيه الكلام ده كله. هي دي المسؤولية اللي اتكلمنا عنها من شوية. لو احنا يعني تنبهنا لفكرة ان انت كإمام او كإمام وخطيب يكون عندك منصة تهتم بمشاكل الناس الدينية ومشاكل الناس الاخلاقية وتتعدى كونها ان هو انا مش بقلل من قيمة المنبر، لكن المنبر المسجد حاجة مهمة جدا، لكن لازم نواكب التطورات. التطورات دلوقتي ان في ممكن ناس ما بتدخلش المسجد، فبستهدفهم بايه؟ بالمحتوى الرقمي. وهو ماسك موبايله اظهر له، هو ما جاليش في المسجد هاجيله في الموبايل اللي هو ماسكه عشان ما جاش سمع الخطبه. هو ما شافش الخطبه في المسجد هنزلها له على المنصه. الامام بعد ما بيخلص الخطبه يجي رايح رفع الخطبه ومنزل منها مقاطع ويعرف يقطع المقاطع دي بشكل جذاب للناس، بيقدم معلومه وفيها جاذبيه. لو وصلنا لل 50,000 منصة دول هنبقى في حتة تانية كبلد، يعني مش هيبقى في سرقة، مش هيبقى في بلطجة، مش هيبقى ولا انا كده ببالغ؟ يعني احنا مثلا احنا كأئمة ما نقدرش نغير الوضع ده من خلال سماحة الدين الإسلامي؟ نقدر. فايه بقى اللي نقدر بيه ان احنا نوصل لناس اكتر؟ المنصات الرقمية وقبلهم التلفزيون والمنصات التقليدية، بس بشكل مكثف. يعني احنا قبل كده كان التقسيمات الاعلام اعلام دولي واعلام اقليمي واعلام محلي. انت تقدر تطلع للعالمية من خلال المنصات بتاعتك. وفي على فكرة بعض الأئمة بتعمل كده وبتقدم كمان محتوى باللغة الانجليزية. فدلوقتي الدنيا اتفتحت كلها على بعضها. التقسيمات اللي كانت قبل كده دلوقتي انت من خلال الموبايل اللي انت ماسكه في ايديك تقدر تصور، تقدر تمنتج، تقدر تقدم محتوى يوصل للعالم كله باللغة العربية وباللغة الأجنبية. ايه؟ العمليه الاعلاميه بقى ليها عناصر. زي ما قلنا الفرق ما بين ان انا بقدم محتوى عشوائي وان انا بقدم محتوى محترف ان انا ببقى بتبع المعايير دي وببقى عارف الكلام اللي احنا بنقوله ده، ببقى عارفه ومذاكره وموجود في دماغي وانا بقدم اي محتوى عشان ابقى مفرق ما بين. مش عايز اقول امثله للناس اللي موجوده على التيك توك والسوشيال ميديا اللي هي امثله مش كويسه. الفرق ما بين الناس دي والمحتوى اللي انا عايز اقدمه، انا عايز اقدم محتوى منضبط. هي دي المعايير اللي انا بضبط بيها المحتوى اللي انا بقدمه ويفرق عن باقي الناس. وانا بقدم محتوى كمذيع او كحد بينتج محتوى لازم ابقى عارف عناصر العملية الاعلامية. عناصر العملية الاعلامية المرسل ده اللي هو المذيع،
او فريق العمل ككل وبيترجم من خلال المذيع. فريق العمل فيه تفاصيل كتير جدا، المذيع هو اللي بيقدمها. المستقبل ده اللي هو متلقي الرسالة الإعلامية اللي هو الجمهور. الرسالة، المحتوى نفسه. طبعا كل حاجة من دول لها كلام كتير جدا ولها تفاصيل كتير ممكن نتكلم عنها بعد كده يعني. بس لازم أبقى عارف عناصر العملية الإعلامية. قلنا المرسل والمستقبل والرسالة. الوسيلة، الوسيلة قبل كده يعني مثلا من 100 سنة مثلا كان الراديو، بعد كده كانت الصحافة قبل كده هي الوسيلة الإعلامية الموجودة، بعد كده جه الراديو، بعد كده جه التلفزيون، ومؤخرا بقى الإعلام الرقمي اللي هو دمج كل دول مع بعض كده وأقدر أقدم بقى راديو وتلفزيون وصحافة، كل ده من خلال الموبايل اللي أنا اللي معايا أو الأبليكيشن اللي أنا ممكن يكون عندي أبليكيشن أو عندي موقع أو عندي وسائط رقمية أقدر أشتغل عليها. ده كان شكل الوسائل قبل كده وده شكل الوسائل دلوقتي. رجع الصدى او ده بقى الاثر اللي بتحدثه الرساله الاعلاميه في المتلقي ورد فعل المتلقي. يعني هو اتاثر، الاثر اللي انت اثرت فيه ورد فعله ايه. ده بالنسبه لرجع الصدى. في سؤال ايه انت بتقرا يعني؟ ماشي يا سيدي، مفيش مشكله، هشرب بعض اللي انت متقرا لحد كده. في اي مشكله؟ في اي حاجه مش واضحه؟ مستفيدين؟ بيضنا وش الاستاذ محمود الجلاد اكيد. لو حد عنده حاجه مختلفه يقول لي. ايه؟ لا مفيش مشكلة. هرج منين بقى؟ أحسن ناس. جاي من إمتى بقى؟ إيه؟ جاي من إمبارح؟ إيه؟ وحضرتك منين؟ لا لا اللي في النص. القاهرة؟ تمام. من إمبارح؟ طب يعني من إمبارح صحيين يعني ولا إيه؟ لا ان شاء الله تبقى. يعني انا مثلا اول مره طلعت على الكاميرا او اول مره اتكلمت قدام كاميرا، ما تحكمش عليا بقى ويبقى هي دي الهويه المهنيه بتاعتي. مش هتاخدني من لقطة. الانطباع الاول يدوم، بس في الاعلام مش مهني، يعني مش مهني، لان انت ممكن تبقى في اول مرة مراتك معكنين عليك مثلا، ده اللي هنعرفه كمان شوية، فطلع شكلك مش مظبوط وهكذا يعني. فمش الهوية المهنية مش من لقطة، لان عشان انا قلت المتحدث جيد، متكلم، مستمع جيد، بيعرف امتى يقاطع امتى يتكلم، الكلام ده كله انا مش باول ما بفتح التلفزيون بوصل للكلام ده. ده تراكمي وبيجي من خلال الخبره، والمذيع ما بيكونهوش او الجمهور ما بيكونهوش عن المذيع من اول حاجه يعني. وانت اصلا ما بتعرفش المذيع من يعني مثلا المذيع ما بيبقاش مشهور الا بعد فتره، فالفتره دي نقدر نكون فيها الهويه المهنيه بتاعتنا. اسف معلش. اتفضل. فين؟ ما هو المستقبل. ما هو جوه بقى موضوع المستقبل ده. ايوه، ما هو المستقبل ده حاجه كبيره. انا قلت ان الحاجات دي كل حاجه فيها بيبقى فيها دراسات وابحاث وكل واحده من دول. يعني في دراسات بتستهدف المرسل،
في دراسات بتستهدف المستقبل، في دراسات بتستهدف الرسالة، وفي دراسات بتستهدف الوسيلة، وفي دراسات بتستهدف رجع الصدى. فكل واحدة من دول بتحتاج يعني محتاجة محاضرات نتكلم فيها. بس انت في المجمل لازم يكون عندك تصور عن الحاجات دي كلها. بعد كده بقى ممكن نفصل يعني. ما هو الرسالة ما بتتقدمش الا من خلال دول. هي عناصر العملية الإعلامية هي دي، سواء طلعت تلفزيون، طلعت راديو، طلعت، ما هي دي العناصر، طلعت في أي حاجة لازم هي دي العناصر. يعني هنقول مثلا مذيع بيقدم رسالة لمستقبل عن طريق وسيلة، بيبقى فيه رجع الصدى، فدي كده يعني هي دي لازم تكون موجودة. اللي جاي عناصر الانتاج بقى التلفزيوني، عشان يكون عندي في النهاية منتج. المنتج ده عبارة عن برنامج، العناصر دي هي اللي بتبقى يعني بتكون لي المنتج اللي انا بقدمه. اول حاجة حركة الكاميرا، وهنعرفها كمان شوية. الموضوعات، حركة الكاميرا هي اللي بتديني الصورة، فتكوين الصورة هنعرفه كمان شوية، هنتكلم فيه الحاجات اللي التلفزيون بيحتاجها من الصورة. عشان طبعا الفيديو ناتج عن ايه؟ عن حركة الكاميرا. انا مثلا لما يبقى عندي برنامج بصوره او مذيع بيتكلم، اللي بينتج لي الفيديو حركة الكاميرا. بعد كده الموضوعات، بنختار موضوع بنتكلم فيه. بعد كده الأشخاص دول ممكن يكونوا ضيوف، ممكن يكون المذيع، ممكن يكون الناس ورا الكاميرا اللي هم الفنيين والمصورين والمخرجين. فدول من العناصر الأساسية في الإنتاج التلفزيوني. من العناصر بقى المهمة برضو الديكور، الإضاءة، أحجام اللقطات والزوايا، وده هنعرفه كمان شوية برضو. الجرافيك، لو أنا بقدم محتوى على اليوتيوب أو حتى على التلفزيون، بيبقى فيه تقارير، بيبقى فيه انفوجراف ممكن يتعرض معايا. فدي من الحاجات اللي بتبقى مهمة في الإنتاج المحتوى التلفزيوني. أنا عشان أنتج محتوى تلفزيوني هي دي العناصر اللي موجودة معايا. ممكن حاجات تبقى إضافية عنها، بس دي الحاجات الأساسية. دي بقى ما يعني مرحلة مهمة، وهي دي بقى اللي هي ايه؟ صلب العملية الإعلامية. مراحل تنفيذ البرامج. مراحل تنفيذ البرامج دي بتبدأ من أول الفكرة لحد التنفيذ في جوه الاستوديو. فالحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده واضحة لكل الناس، ولا في حاجات ممكن تكون مش واضحة؟ مراحل تنفيذ بقى البرنامج بتبدأ بأول حاجة بنحدد الفكرة. الفكرة لازم تكون عصرية حالية، بمعنى ان الناس بتتكلم فيها دلوقتي ومحتاجاها، بتثير فضول المشاهد. إثارة فضول المشاهد دي من الحاجات اللي بتحركه ان هو يتفرج عليا. فالفكرة لازم تثير فضول المشاهد، لازم يبقى عنده شغف ان هو يعرف المعلومة دي، او يعرف يعني عايز يتفرج على الفيديو ده، عايز يشوف المذيع ده. فلازم تكون الفكرة حالية عصرية،
بتثير فضول المشاهد. اتفضل. ما هي دي بقى يعني معايير الجودة. احنا اتكلمنا في الاول عن المعايير المهنية او معايير الجودة اللي هو الحاجات اللي احنا قلناها. الموضوع مشابك كله ببعضه، مش بينفصل عن بعضه. لو هو عمل كده يبقى هو خالف المعايير المهنية، فبالتالي المحتوى اللي هو بيقدمه محتوى مش مهني، مش ملتزم بأخلاقيات المهنة. فاحنا بنتكلم على الشكل المثالي. هيفقد هويته المهنية اللي احنا اتكلمنا عنها، فبالتالي الناس مش هتشوفه اصلا، او لو بتشوفه هتلاقي اول ما بيظهر على الشاشة بتقول ده حد بيكذب، حد بينافق، حد بيضلل الناس. فدي بقت هويته المهنية عند الناس، فبالتالي هو بيخسر نفسه قبل ما بيقدم المحتوى اللي هو بيبقى فيه اكاذيب وفيه حاجات مضللة. تمام كده. بعد ما بنختار الفكرة بنختار العنوان. العنوان برضو لازم يكون مشوق وبيثير الفضول وقابل للتسويق. يعني وانا بختار العنوان لازم ابقى في دماغي ان انا هقدر اسوقه. العنوان لازم يكون مختصر، لازم اقل عدد كلمات وبيعبر عن اكبر معنى. دي القابلية للتسويق، علشان برضو الموضوع ليه علاقة بشركات الإعلانات، وإن أنا أقدر عشان أستمر. أي برنامج بيستمر في التلفزيون لازم بيكون فيه رعاة، فالرعاة دول لازم بيراجعوا كل الكلام ده كله. فمن أول اختيار الفكرة بنراعي فيها الحاجات دي عشان البرنامج يكون فيه استمرارية. قلنا يكون مشوق ويثير فضول الناس، قابل للتسويق. على سبيل المثال برنامج مثلا تحت اسم وأمر بالمعروف او اي اسماء تانية عادي. الموضوع بتاع البرنامج لازم بيهم قطاع كبير من الناس، وبيتوفر في الموضوع صور معبرة عنه. يعني انا لما بختار موضوع لازم بيبقى فيه، لان انا بتكلم بخاطب جمهور من خلال التلفزيون، فلازم يكون فيه صورة معبرة عن الموضوع. الصورة دي ممكن تبقى فيديو، الصورة دي ممكن تبقى جرافيك، الصورة دي ممكن تبقى صورة عادية، فلازم يكون الموضوع فيه صور معبرة عنه. لو بعمل تقرير مثلا عن شخصية من الشخصيات، امام من الائمة، لازم ابقى اوفر فيه صور معبرة عنه. ممكن تكون الصور موجودة أرشيفية وممكن أنزل أنا أصورها. بالنسبة للموضوع اللي أنا بتكلم فيه برضو لازم يكون فيه متخصصين، لأن المذيع مش طول الوقت هيتكلم بنفسه. فالموضوع وأنا بختاره لازم أبقى عيني على أن فيه متخصصين يقدروا يتكلموا في الموضوع ده. طبعا الموضوعات يعني اللي احنا ممكن نتكلم فيها حاجات في الفقه، في العقيدة، في التفسير، ما شاء الله عندنا يعني قماشة كبيرة نقدر نتكلم فيها. المادة العلمية طبعا موجودة ومتوفرة، هو بس دي موجودة ولا ايه؟ جمع المادة العلمية اللي هي بتبقى في مرحلة بقى زي ما قلنا لازم يكون في مادة علمية موجودة. الجمع المادة العلمية بقى، المادة العلمية دلوقتي نقدر نجمعها من الكتب، كان قديما الكتب، دلوقتي نقدر نجمعها من خلال الانترنت والمراجع والحاجات دي كلها. واعتقد احنا في الحتة دي يعني متميزين جدا. كان في حد كلمني عن موضوع تحديد الجمهور. الفكرة او البرنامج اللي انا بقدمه لازم يكون فيه تحديد للجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف ده بيبقى كل وقت وليه جمهور.
وقت الصبح غير وقت الظهر غير وقت بالليل. يعني برامج الصباحية بيبقى اللي بيشتبعها فئة معينة من الناس، فبقدم لها محتوى بيناسب الفئة دي. البرامج المسائية نفس القصة، برامج فترة الظهيرة اللي هو برامج المطبخ وبرامج الستات والكلام ده كله بيبقى في وقت الظهر. فكل فكرة بنحدد لها الجمهور المستهدف من خلال وقت البث. بعد كده تحديد وقت البث عشان نحدد نسب مشاهدة الجمهور، وده ليه اعتباره برضه. مدة البث دي حاجة من الحاجات المهمة. البرنامج بعد ما اخترت الفكرة واخترت الموضوع وحددت الضيوف وحددت المادة العلمية والكلام ده كله، بحدد مدة البث. مدة البث ممكن تبقى البرنامج يبقى 30 دقيقة، ممكن يبقى 60 دقيقة وهكذا. بعد كده تحديد الشكل البرامجي. الشكل البرامجي ده أشكال البرامج كتيرة ومتعددة، حديث مباشر، حوار، مناقشة ممكن يكون داخل فيها مناظرة، حاجات كتير هنعرفها كمان شوية. الهدف أو الرسالة المراد توصيلها. علشان أوصل للناس لازم أبقى محدد الهدف اللي أنا يعني أنا عامل برنامج أبقى محدد هدفه، علشان هو ده التارجت بتاعي. عايز أوصل للناس عشان أأثر فيهم بشكل معين، فهو ده هدف البرنامج. لو ما تحققش الهدف ده يبقى البرنامج مش ناجح. هو ده معيار نجاح البرنامج، حققت الهدف منه ولا ما حققتش وهكذا. المعلومات بقى، يعني المرحلة دي اللي هي التدقيق في المعلومة نفسها. المعلومة اللي أنا بقدمها معلوماتها كافية، معلوماتها صحيحة. وفي المرحلة دي بنستبعد فكرة تقديم الأكاذيب. أنا هنا بفلتر بقى، بقدم محتوى مفيد ولا بقدم أكاذيب. فأنا لو عديت بالمرحلة دي وانا قاصد ان انا اضل للناس، فكده انا البرنامج بتاعي وفقا للمعايير هو برنامج إثارة مش برنامج إنارة. فهي دي المرحلة اللي بنحدد فيها انا هقدم حاجة محترمة مهمة للناس ولا هقدم أكاذيب، ابقى اعلام إثارة مش اعلام إنارة. المرحلة دي اللي بعد كده اللي هي مرحلة ترشيح الضيوف. على حسب الموضوع، يعني الضيف لازم يكون يعني متخصص في الموضوع، غير مستهلك اعلاميا. يعني ايه بقى غير مستهلك اعلاميا؟ يعني مثلا ممكن يكون ضيف الاقيه الصبح في برنامج، بالليل برنامج، اخر النهار في برنامج، فده استهلاك اعلامي. الناس كمان هتبقى الموضوع هيبقى فيه يعني هيبقى فيه ملل. فالضيف يكون حد، حتى ممكن يكون في ضيوف مشهورين جدا بس مش بيستهلكوا نفسهم، اللي هو عارف هو بيطلع امتى وبيطلع مع مين وبيطلع فين. مش لازم علشان ابقى مشهور الف على كل القنوات يوميا، لا، اقدم محتوى متوازن، محتوى منضبط، محتوى متعوب عليه، وما يكونش ضيف مستهلك اعلاميا. لو انت طلعت مره مثلا في الاسبوع او مرتين او ثلاثه احسن ما تلف على القنوات كلها، الناس مش هتتابعك. فهو ده مع موضوع مصطلح الاستهلاك الاعلامي. انا كحد بيجهز برنامج مش بجيب ضيوف مستهلكه اعلاميه، الا في حاله يعني في بقى ايه ضربات الهوا كده، ممكن مثلا ضيف ساكن جنب المدينه فبكلمه الضيف اعتذر تعالى ايه شل الحلقه، فدي بقى طوارئ. بعد كده بقى بعد ما بنخلص الحاجات دي كلها بنعمل الاسئله. الاسئله لها معايير كتيره لازم تبقى واضحه و صريحه وما فيهاش ايحاءات. مش بتعبر، يعني انت بتسال السؤال مباشر وصريح، والسؤال يكون قصير ويكون مش موجه. يعني انا مش بساله علشان هو يجاوب على حاجه انا عايزه يجاوب عليها. يعني أنا عايز أقول كذا فبقول له، بسأله سؤال موجه أو سؤال مركب.
سؤال مركب ده غلط، بمعنى انا لما اجي اسال ضيف سؤال في سؤالين، يعني اقول له مثلا عايز اساله عن كذا وكذا، وممكن يجاوبني عن الاول حاجه وينسى الثانيه، فده غلط. لازم اسال سؤال موجز، سؤال واضح، مش سؤال مركب. ويستحسن ان الاسئله ما تبقاش اجابتها نعم او لا، لازم السؤال يقدر يتكلم فيه، الا اذا نعم او لا ليها وظيفه. يعني انا لو انا هوظف سؤال نعم او لا فبساله، بس مش بيبقى كل السكريبت السؤال اسال الضيف كذا 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 يقول لي نعم، كذا 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 يقول لي نعم، كذا 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 يقول لي لا، كده لا هيبقى في برنامج ولا هيبقى في حد بيتابعنا. ده بالنسبة للأسئلة. بعد ما حطينا الأسئلة في حاجة اسمها السكريبت. السكريبت ده اللي هو المذيع بيبقى ماسكه قدام الناس. السكريبت ده بيبقى ليه شكل معين، بيبقى متقسم صوت وصورة. كل مقطع في السكريبت بيبقى ليه وقت معين. لو أنا عندي برنامج، البرنامج ده مثلا 30 دقيقة، فالسكريبت قدامي بيبقى متقسم 30 دقيقة، معروف أنا هقول في كل دقيقة فيهم إيه، بيبقى عبارة عن صوت وصورة ومدة زمنية. الصوت اللي هو بيتقال، الصورة اللي هي طالعة للناس، بيبقى سكريبت مكتوب، بيبقى سكريبت ورقي، بس بيبقى فيه تصور لكل حاجة موجودة في البرنامج بالثانية بالدقيقة. ده بالنسبة للسكريبت. ده طبعا يعني ليه تفاصيل كتير، ممكن علشان النهاردة المحاضرة وقتها فممكن نتكلم فيه بعد كده. مهارات المذيع الناجح، يعني احنا اتكلمنا عن حاجات كتير من اول المحاضرة هتدخل جوه المهارات دي. المذيع الناجح لازم يكون عنده ثقة بالنفس. يعني هو طالع قدام الناس لازم يبقى واثق في نفسه عشان الناس تثق فيه. طب ازاي بقى؟ عن طريق الاقتناع. يعني انا وانا طالع للناس لازم ابقى مقتنع بنفسي، مقتنع بمظهري، مقتنع بالمادة اللي انا هقدمها، عامل اعداد جيد للمحتوى اللي انا بقدمه، فبالتالي هتتحقق الثقة بالنفس. لو انا بقدم محتوى مش عارفه، مش فاهمه، مش حافظه، مش مذاكره، هوصل للناس ما عنديش ثقة بالنفس. هي الثقة بالنفس دي بتتحقق من خلال ان انت يعني انت مثلا النهاردة عندك خطبة عن موضوع معين، لو ما جهزتش الموضوع هيبقى عندك ثقة تطلع على المنبر وتكلم الناس؟ نفس القصة، الثقة بالنفس بتتحقق بان انت بتعمل اللي عليك، فبالتالي الناس هيوصل لهم اللي انت مجهزه، ويعني مش هتبقى مهزوز قدام الكاميرا لان انت اشتغلت على نفسك كويس وقدمت محتوى اشتغلت برضو عليه كويس. بيجيد إذابة الجليد. معظم المذيعين أو معظم مقدمين المحتوى بيقدموا محتوى جديد. يعني أنا مثلا النهاردة عندي موضوع معين بتكلم فيه، بجيب ضيوف ممكن يكون معرفهمش، مش شرط أبقى كل الضيوف اللي أنا جايبها أبقى عارفها. فلما بقى مش عارف شخص ولسه أول مرة هقابله على الهوى، ده طبعا لو انا ما عنديش فكرة إذابة الجليد هيوصل للناس ان احنا اول مرة نتقابل على الهواء. المذيع والضيف مش عارفين بعض، المذيع بيرخم على الضيف، المذيع بيحرج الضيف، المذيع بيقاطع الضيف، فده كله بيوصل للناس، وده بيقدح في فكرة الهوية المهنية اللي اتكلمنا عليها من شوية. فلازم علشان اوصل لفكرة ان انا احافظ على هويتي المهنية عند الناس، ان انا اعرف فكرة إذابة الجليد. قبل ما بطلع على الهوى لازم بقعد مع الضيف بتكلم معاه، بتناقش معاه،
مش لازم يبقى ساعات يعني، ممكن في 5 دقايق كده نتصاحب، يبقى بطمن الضيف على اللي انا هقدمه وهو يطمني على اللي هو هيقدمه، علشان نطلع للناس كاننا يعني، اصل برضه محدش هيتفرج على حوار واضح فيه ان الضيوف الضيف والمذيع كانهم ما يعرفوش بعض اصلا. فلازم من شروط المذيع او من الحاجات اللي تبقى متوفره في المذيع ان هو يعرف ياخد اللقطه دي، يعرف يصاحب الضيف قبل الهوا وقبل التسجيل وهكذا يعني. اتكلمنا برضو في ان هو يبقى مستمع جيد، متحدث جيد، بيجيد طرح السؤال التابع. السكريبت بيبقى موجود فيه اسئله، لكن على الهوا او في التسجيل بتطرق على الضيف، ممكن يقول حاجه انا كمذيع لازم اساله فيها. فالسؤال التابع ده من الحاجات اللي بتميز مذيعين عن مذيعين تانيين. المذيع اللي بيسمع السكريبت بيبقى مذيع عادي تقليدي الناس مش بتحس بيه، اما المذيع اللي هو بيبقى ليه حضور وبيقدر يغير في الاسئله او بيقدر يقول سؤال تابع، السؤال التابع ده بقى هو لسان الجمهور. انا وانا قاعد بتفرج على التلفزيون الضيف قال حاجه، فانا محتاجه استفسر عنها. فالمذيع لو ما استفسرليش عن الاسئله اللي انا طرقت في ذهني، فانا كده ممكن ما اكملش البرنامج. فالسؤال التابع ده من الحاجات كده اللي لازم تكون موجوده في المذيع او مقدم المحتوى. ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن انتباهه. يعني المذيع اللي بيسمع السكريبت ممكن يبقى بيقول السؤال ويسيب الضيف يقول، او قول قول قول، او ارغب بمعنى وجراح داخل في السؤال اللي بعده، فبيبقى الحوار مش متماسك، الحوار مش شيق، مش بيبقى جذاب، يعني اللي بيتفرج عليه مش بيكمله. فلازم يكون المذيع عنده من القدرة ان هو يعرف يصيغ السؤال ويعرف يوجه سؤال مش مكتوب له في الورق. آخر حاجة بقى اللي هو تقديم محتوى مناسب لشخصية المذيع. يعني ايه بقى تقديم محتوى مناسب لشخصية المذيع؟ يعني انا مثلا مذيع اهتماماتي دينية، فبقدم محتوى ديني. انا بالنسبة للستات بتقدم برامج المرأة اللي لها علاقة بقضايا المرأة وما الى ذلك. يعني انا اهتماماتي ممكن برضو المرأة تقدم حاجة ليها علاقة باهتماماتها رياضية، تقدم برنامج رياضي، اهتماماتها سياسية بتقدم برنامج سياسي. فلازم المذيع يقدم حاجة مناسبة لشخصيته، وإلا هنيجي مثلا مذيع مثلا ملوش في السياسة فخليه يقدم برنامج سياسي، هيعك الدنيا، مش هيعرف هو بيقول ايه لمين فين، فبالتالي مش هيكمل البرنامج. يعني ما اعتقدش ان هو هيكمل، يعني هو هيبقى اخره الحلقة اللي هو قدمها وبس على كده. معنا فيديوهات بس لضيق الوقت مش هنعرف نعرض فيديوهات بقى، ممكن المرة الجاية نعرضها. هي موجودة. انواع التقديم التلفزيوني، عندي 3 انواع للتقديم التلفزيوني. التقديم التلفزيوني ممكن يبقى تقديم فردي، ممكن يبقى تقديم جماعي، ممكن يدمج ما بين الاثنين. يعني ايه تقديم فردي؟ التقديم الفردي ان انا كمذيع بقدم برنامج مستقل، بقدمه انا، بقدم كل فقراته، بقدم كل الحاجات فيه، فبالتالي ده اسمه تقديم فردي. التقديم الجماعي معايا مثلا زي برامج المراه، برنامج مثلا الستات ما يعرفوش يكذبوا، 3 4 مذيعات بيقدموا الفقرات كلها مع بعضهم من اول البرنامج لحد اخر البرنامج، ده اسمه تقديم جماعي. طيب التقديم الفردي والتقديم الجماعي الاثنين مع بعض ازاي؟ ان انا
بقدم برنامج في مجموعة مذيعين، وفي نفس الوقت يعني هو بيطلع مثلا الانترو بيقدم، بيبقوا كلهم مع بعض. بعد كده فقرات البرنامج كل واحد بيقدم فقرة لوحده، فده دمج ما بين الفردي وما بين الجماعي. طرق التقديم التلفزيوني، طرق التقديم التلفزيوني نوعين، وممكن كمان ندمج ما بينهم. النوع اللي هو الاوتو كيو واوتو كارد. اوتو كيو ده اللي هو بيبقى قدام المذيع السكريبت مفصل بيقراه من على شاشه قدامه، الشاشه دي بتبقى موجوده على كاميرا المذيع، فبيقرا السكريبت مفصل، بيقرا كل حاجه بتبقى موجوده على على السكريبت. ده بيبقى في برامج ايه؟ برامج الاخباريه اكتر، يعني الاخبار بيقول الاخبار من على الاوتو كيو، اي حاجه بيقولها من على الاوتو كيو. فبرامج الاخبار بنقولها من على الاوتو كيو. الاوتو كارد اللي هو الكارت اللي بيبقى ماسكه المذيع بيبقى موجود عليه السكريبت، ما بيبقوش معاه اوتو كيو، فبالتالي بيقول الاسئله من دي. طبعا في البرامج الحواريه والكلام ده كله بيقول الاسئله من خلال الاوتو كارد اللي هو ماسكه في ايديه. ممكن ندمج ما بين الاثنين، في بعض البرامج بيبقى فيه فقره انترو بيقولوا المذيع من الاوتو كيو، بعد كده بيدخل في الفقره الحواريه بيبقى ماسك الاوتو كارد في ايديه، فبالتالي هو دمج ما بين النوعين. ايه هو الاربيس ده؟ اسمه اربيس، ده بيتواصل بيه مع غرفه التحكم اللي هي البلاتو. المخرج بيوجهه، المخرج بيقول له ايه، ما هو لازم يكون الموضوع كله فيه كنترول، يعني كله متواصل ببعضه. لازم مثلا المذيع مثلا يكون معاه الاربيس ده في برامج الهواء بس، هيقول له او ممكن في المسجل كمان، هيقول له مثلا هو يعني المخرج بيعدله بيقول له 2-3 يعني 2-3-2-1 اتفضل، فهو كده مع الهواء. كمان شويه هيجي يقول له انا عندي فاصل اعلاني، فبيقول له من خلال الاربيس. بعد كده يقول له الهواء معاك تاني، بعد كده يرجع له تاني، بعد كده لو الاعداد عايز يقول للمذيع حاجه معينه يقول له مثلا عدل في السكريبت، اسال السؤال ده قبل السؤال ده. مع ايه؟ القعده مش مظبوطه، دي حاجه ممكن تبوظ برامج. يقول له مثلا شد نفسك، اقعد كويس، يرخم عليه شويه، وهكذا يعني. لازم يكون متواصل معاه. ما هو ده بقى الفرق ما بين حد محترف وحد مش محترف. انت ممكن يبقى الاربيس اصلا بايظ وسامع صوت الكنترول كله، يعني كله من اول دقيقه لاخر دقيقه، وهم بيهزروا وهم بيتكلموا وهم انت سامع الصوت كله. ما هو ده بقى لازم تحقق المعادلة دي. ده الفرق ما بين حد محترف وحد مش محترف. اشكال البرامج دي كانت موجوده في موضوع التنفيذ السكريبت، فهو البرامج لها اشكال كتير، بس دي يعتبر يعني ابرز الاشكال. برامج الحديث المباشر اللي هي بتعتمد على ان شخص بيقول الموضوع زي حديث الروح مثلا، او بيبقى شخص واحد بس هو اللي بيقول الموضوع، ممكن تنطبق على الدرس لو انت بتقول درس وسجلته مع الكاميرا، فده حديث مباشر مش بيحتاج محاور. البرنامج الحواري بنتكلم في موضوع او قضية او مشكلة، بنجيب الضيوف، وبيبقى في البرنامج الحواري الضيوف ممكن يكون، بس في الغالب في الحوار بنجيب الضيوف، لو جبنا ضيف واحد فهو بيبقى بيتكلم عن الموضوع نفسه. يعني مثلا بنتكلم عن اي موضوع في فقه العبادات، فبنجيب الضيف بيتكلم عن الموضوع نفسه. لو جبنا اثنين فهو بيتكلم عن نفس الموضوع، ما فيش رأي مخالف. ده في البرنامج الحواري. الحوار ممكن يكون حوار رأي
وممكن يكون حوار شخصية وممكن يكون حوار معلومات. دي كلها يعني حاجات ممكن بعد كده نتكلم في تفصيلاتها. التحقيقات لو كنا عرضنا الفيديوهات كان الموضوع هيتضح أكتر. برامج التحقيقات بنتكلم في مشكلة أو موضوع بنعرض فيها كل وجهات النظر عشان نوصل لنتيجة. يعني التحقيق هو تقصي، يعني أنا مثلا بتكلم في مشكلة عايز أوصل لحلها، فبعرض وجهات نظر الناس وجهات نظر المتخصصين وجهات نظر المسؤولين، وفي نهاية التحقيق بوصل لنتيجة أو بقدم حل. المنوعات بقى، برامج المنوعات ممكن يكون برامج مسابقات، برامج مرأة، برامج طفل، برامج رياضية، دي برامج منوعات. التوك شو اللي هو العروض المباشرة زي مثلا برنامج عمرو أديب، هو بيطلع بنفسه بيقدم كل حاجة، بيتكلم، بياخد مداخلات، بكل حاجة. دي اسمها برامج العروض المباشرة. المناقشات دي بقى بالنسبة للموضوعات اللي أنا بعرض فيها أكتر من وجهة نظر وبتاخد أكتر من شكل، منهم على سبيل المثال لما يبقى وجهات نظر مختلفة المناظرة، أجيب ضيف بيتكلم في حاجة في الموضوع بوجهة نظر مختلفة عن الضيف التاني وبيناظروا بعض، وفي الآخر الضيف الأقوى هو اللي بتبقى المناظرة، هو اللي بيبقى كسب المناظرة أو المناظرة يعني فاز بيها. دي كده أبرز الأشكال. في أشكال تانية كتير زي التقارير، زي البرامج الإخبارية، زي حاجات كتير. يعني الحواري أنت بتقدم وجهة نظر واحدة، بتحاور واحد فقط أو ممكن يبقى أكتر من واحد بما يخدم الموضوع اللي هي وجهة نظر واحدة. المناقشة بيبقى الموضوع بقى إيه؟ بيبقى أربع ضيوف، يعني أنت بيبقى مناقشة موضوع مطروح للمناقشة فبتجيب مثلا ثلاث ضيوف، إنما لما بتحاور حد بيبقى هي مقابلة عشان تعرف رأي، عشان تعرف معلومة، عشان تعرف بتقابل شخصية عشان تتكلم عن كل جوانب الشخصية. يعني أنا مثلا عايز أعمل حوار مع مسؤول معين، ده اسمه مقابلة شخصية مع مسؤول بستخدم فيها قالب الحوار، إنما أنا مش بعمل حوار مع مسؤول عشان أناقشه. لا، يعني في فرق بين دي ودي. لما نتكلم عن الموضوع بشكل تفصيلي يعني هيتضح الموضوع أكتر. من الحاجات المهمة جدا بقى للمذيع أو اللي بيقدم برامج أو اللي بيقدم محتوى إن هو يبقى عارف حجم اللقطة. ليه بقى عارف حجم اللقطة؟ لأن المخرج مثلا لما يجي يقول له أنت دلوقتي موجود على الشاشة ميديم شوت، فهو يبقى ظابط نفسه وعارف إيه اللي طالع منه على الشاشة، عشان ما يقولوش أنت مثلا ميديم ويجي رايح مثلا لعب في ودانه، هرش في شعره، فده طبعا ما ينفعش. فلازم المذيع يكون عارف أحجام اللقطات دي، حاجة لها علاقة بالإخراج، لكن المذيع الناجح لازم يكون عارف حجم اللقطة اللي هو يعني هشوف دلوقتي. اللقطات اللي بنستخدمها في التلفزيون ممكن يبقى لونج شوت، لقطة كبيرة، دي بتبقى في أول البرنامج. يعني احنا لو بنتابع برامج بنشوف اول لقطه في التلفزيون، لقطه واسعه بتبين لي كل اللي موجود، الضيوف والمذيعين والديكور وكل حاجه موجوده في البرنامج في اللوكيشن. بعد كده بيدخل على اللقطه المتوسطه اللي هي ميديم شوت، سواء كان ميديم للمذيع او ميديم للضيف او اي ميديم للناس اللي موجوده. يعني لا انا عايز اللي قبلها. في بقى حاجات مثلا لما يجي مذيع عامل حوار مع حد، الحد ده اتاثر مثلا نفسيا فيبان عليه على وشه على رياكشنات جسمه، فبياخد له بقى ايه حاجه اسمها كلوز اب شوت. وفي لقطات اقرب من كده، يعني ممكن يجيب عينيه، ممكن يجيب حركة ايديه بس. فدي من الحاجات
سواء كان مذيع او ضيف. فالمذيع لازم يكون مدرك احجام اللقطات علشان لما المخرج يقول له انت مثلا كلوز شوت فهو يبقى ملتزم بالمعنى الحرفي للقطه اللي هو موجود عليها علشان يطلع. ده برضو نرجع للموضوع الهويه المهنيه للمذيع. لو المذيع مش عارف الحاجات دي هيبقى عند الناس واضح ان هو مش مهني او مش مهني. من الحاجات المهمة جدا ان يكون عارف المذيع الكاميرا محطوطة له ازاي، لان كل زاوية من زوايا الكاميرا لها مدلول معين. فمهم جدا يعرف ان الكاميرا موجودة بالنسبة له محطوطة له ازاي. خلينا نشوف. الزاوية العادية دي اللي هي النورمال انجل او الاي انجل اللي هو في مستوى النظر، دي زاوية عادية بتنقل الحديث بكل موضوعية ملهاش اي اثر درامي. فدي الزاوية الطبيعية اللي هو حد بيتكلم فانا بنقله للناس بكل موضوعية وبكل حيادية وبشكل طبيعي جدا. الزاوية المنخفضة، خلينا في المنخفضة. دي الزاوية العادية. الزاوية المنخفضة بنحط الكاميرا تحت مستوى العين او اسفل الشخص المراد تصويره، يعني الكاميرا بتبقى تحت. فليها بقى مدلول ايه واهداف ايه؟ بتدي المشاهد احساس بتضخيم الشخصيه اللي انا بقدمها، فبتدي له احساس بالعظمه. الزاويه المنخفضه للكاميرا بتخلي الشخص اللي انت بتصوره واخد احساس بالعظمه. دي طبعا يعني زاويه موجهه، فزاويه موجهه دي بنستخدمها في الاعلانات مثلا عشان اعمل منتج او عشان اسوق لشخصيه معينه. يعني الشخص مثلا دي يعني بنستخدمها في التسويق اكتر من التلفزيون، لان التلفزيون اتكلمنا في المعايير في البدايه ليه معايير لازم تتحقق. اللقطه دي ما تحققش مفهوم الحياد والموضوعيه والكلام ده كله، فدي بنستخدمها في الدعايه اكتر. انا بقولها هنا ليه بقى؟ عشان المذيع لازم يكون فاهم الكاميرا محطوطه ازاي قدامه، عشان هو اللي هيشيل الليله كلها. يعني لما يبقى محطوط له الكاميرا بزاويه منخفضه ده مدلولها، وهنعرف الزاويه العاليه يعني ايه، وعرفنا يعني ايه الزاويه الطبيعيه. الزاويه المرتفعه بجيب الشخصيه من فوق، فده عكس اللي قبلها. هي ليها حاجات بقى، ان انا لو عايز يعني لو عايز اعرف الناس بالديكور الموجود، اعمل اصور الكلام ده بشكل يعني. انما لو هحط المذيع كادر من فوق فانا كده بعمل له نوع من انواع الايه، ان هو بنزل من منزلته او بعمل له نوع من انواع التحقير، ودي طبعا ما بنستخدمهاش في التلفزيون. احنا بكده خلصنا الجزء بتاع اساسيات التقديم التلفزيوني. يعني دي حاجة بريف بسيط كده عن بعض الأساسيات، أتمنى يعني حضراتكم تكونوا استفدتوا منها. كنا حابين نتكلم عن المونتاج، بس إن شاء الله لنا لقاءات تانية إن شاء الله. يعني لو حد عنده أي سؤال تحت أمر حضرتك. لو حد عنده أي حاجة مش واضحة، حابب برضو أسمع يعني كم تقييم كده للمحتوى اللي احنا قدمناه في 30 ثانية من 2-3. انت استفدت من المحتوى ولا لا؟ المحتوى كان جديد بالنسبة لك؟ المادة موجودة مع حضرتك. اتفضل.
الاربيس بيبقى بيقول له احنا دلوقتي الكاميرا معاك بحجم كذا اللي هو ميديم. ما هو بقى ده يعني بقى ده بتبقى اخطاء، يعني هي الاخطاء وارده طبعا، بس المذيع لو فاهم هيقول له مثلا انت ميديم، فيبقى عارف ان الميديم حدود الكادر بتاعه من هنا كده لفوق، فهو الجزء ده هو اللي طالع للناس، فيبقى ملتزم ان ده الناس شايفاه بالطريقه دي، هو عارف بقى. انما لو مذيع مش عارف وهو بيقول له انت ميديم، ممكن يقوم يقف وهو ميديم فبيطلع بره الكادر خالص. فعلشان كده انا حطيت دي لها علاقه بالاخراج اكتر من المذيع، لكن المذيع الفاهم لازم يبقى عارف الموضوع ده عشان يبقى عارف حجم. والضيف برضو، الضيف لو عارف حجم اللقطه بتاعته هيبقى ظابط لبسه، هيبقى مهندم، الكلام ده كله يعني. ما هو انا بتكلم اللقطات دي اخراج اكتر منها مذيع.